كفوني يا عيون، والله العظيم مستقبلي بيضيع، شوفوا لي حل. خلاص ابن الحلال، الفكرة عندي. بسرعة بسرعة بسرعة، البخور البخور، فين البخور؟ ولد البخور يا اخوان، هلا 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 بشيختنا، هلا هلا، تفضل يا طال عمري، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، هلا بالام المصونة والجوهر المكنونة، اهلا وسهلا، تفضلي البخور. حياكي. هلا 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 هلا. خير يا ام سلطان؟ يا ام سلطان كيف تخلي سلطان كذا يسيب الشغل وهو خسران عليه من دم قلبه، مسويه من جهده ومن تعبه، ما يصير. انت ايش دخلك؟ إيه مو سالفه ايش دخلني، بس يعني يا ام سلطان انت قلب الحنون، انت الجوهره الامومه الطيبه اللي احنا نحبها، يعني كيف تخلي ولدي، كيف تصير ولدي كذا؟ كيف يا ام سلطان؟ والله تبي الصراحه، والله حزني الولد، انا حزنت عليه، دواتي كانت تبغى تفور من عيني. اي ما يخالف، لا طرد البنات اللي معه رجعه للشركه. يا طرد البنات؟ لا ليه؟ طيب البنات صغار، بنات صغار فرافير، هذول ايش يسووا؟ ما يسووا شيء، مساكين، بعدين كلهم يعني زي اللوز كذا وينحطوا على جرح ابره، وبالذات اسماء. هيا اسماء هذه انت ما تدري ايش قالت. اسماء تقول ايش؟ اسماء تقول فيك شعر، تقول فيك ابيات حلوه، تقول ام سلطان هذه قدوتي في الجمال، قدوتي في الدلع، قدوتي في الدلال، قدوتي في الشياكه، قدوتي. وش قالت بعد؟ الله ياخذ كرامته وياخذك يا سلطان في يوم واحد، تبون تحرموني من هذا كله؟ هلا هلا وسهلا، حياك الله. بس انا جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المضي. ذلوني يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا، وانا اقول ليش الشركه اليوم منوره؟ بدر ترى مو بوقتك الحين. طيب ليش ما تخلين عنك المكابرة وتعترفين وتقول لي أنا مشتاق لك يا بدور وجاي أشوفك اليوم؟ احترم نفسك بلا قلة أدب، المشاكل هذه اللي صارت كلها ترى بسببتك. حتى عصبيتها تجيب العافية، وبعدين ليش العصبية؟ ترى الموضوع ما يسوى يا حياتي. يا طيبة قلبك يا أم سلطان، تفضلي تفضلي. وش قالت بعد؟ قالت بعد وقالت قبل وكل حاجة، بس هي استغربت البنت، البنت انصدمت، قالت معقولة يا ناس؟ هو في أحد عنده زي أم سلطان الطويلة؟ أم سلطان العيون زرق، أم سلطان الشقرة، ويطالع في أحد ثاني. وهي صادقة. وعلى فكرة كمان قالت إنه أنت فيكي شبه من ممثلة سريلانكي أمريكية. أصلاً أنا دايم يشبهوني بذيك الممثلة الأمريكية. إيش اسمها؟ جوليا روبرتس. جوليا روبرتس، أيوه والله يسلمك. أجل اسمع، البنت ذي طلعت بذوق. وصراحة أنا ظلمتها. يا سلام. أبخلي سلطان يرجع الشركة من بكرة. يا قلبك الكبير يا سلطان، تفضلي تفضلي تفضلي.